أن الطيور على أشكالها تقع. الإنسان دائما ما يتمكن يتعايش مع النفوس غير المتجانسة، وعنده فد انحياز ضد النفوس غير المتجانسة، دائما ينحاز إلى التعايش والتآلف مع الناس المتوافق نفوسهم، وعادة مو عادة دائما لا تتوافق النفوس إلا مع الضعفاء. الإنسان الضعيف اللي يخضع لي في كل المجالات، فتتوافق وتتآلف النفوس معهم. انتوا دائما شوفوا العظماء في التاريخ حتى في يومنا هذا دائما يصادقون منه ناس على كل حال مستضعفين من الناحية العقلية، مستضعفين من الناحية الإدراكية، جنبا لجنبهم تشوفون على كل حال ناس ضعفاء. هذا طبيعة الحياة أصلا. الإنسان الضعيف بسهولة أتعايش معه، ما يمكن أن أملي على نفسي أن أتعايش مع الإنسان القوي. الإنسان القوي مستحيل، الإنسان القوي يشتمل على طبايع لا يمكن التعايش معه. فهذه النزعة الهائلة في الإنسان الميالة لشنو؟ للتجانس، للتآلف مع شنو؟ الأنفس والأرواح المتوافقة. هذه نتيجتها شنو؟ أن الإنسان يبحث في حياته دائما ليلقى الضعفاء المتخلفين حتى يعقد علاقة وثيقة معهم. هاي طبيعة الإنسان، هذا انحياز.